أهلا بكم من قناة المكلا. نشرة الأخبار أبدأها بالعناوين. الرئيس السيسي يؤكد استعداد مصر الكامل لتعزيز التأهيل والدعم المقدم لبلادنا. قيادة المجلس الرئاسي تدعو إلى دور عربي فاعل. رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لقيادة وزارة الزراعة والثروة السمكية للوقوف أمام تحديات الأمن الغذائي. وزير التربية والتعليم يشدد على بذل المزيد من الجهود والارتقاء بمستوى أداء كافة القطاعات والأجهزة التربوية والتعليمية. البنك المركزي ينفي في بيان صحفي له مزاعم نقل البنك إلى صنعاء. أهلا بكم من جديد. كانت القاهرة دوما على رأس العواصم الداعية إلى إيجاد حلول سلمية نهائية للأزمة اليمنية التي دخلت عامها الثامن وسط ظروف حياتية ومعيشية وأمنية صعبة عانى منها المواطن. ومن خلال المؤتمر الصحفي المشترك والذي عقد عقب مباحثات ثنائية بقصر الاتحادية، أكد من خلاله أن مصر تدعم مجلس القيادة الرئاسي في جهوده للتوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام. المواقف المصرية من تطورات الملف اليمني كانت تجسيدا واضحا للرؤية المصرية المتعلقة بالأمن القومي العربي، إذ شاركت مصر مشاركة إيجابية في التحالف العربي ليعقبه الترحيب المصري المستمر بأي تواصل يمني داخلي، وكذا دعم القاهرة للجهود الدولية والإقليمية لبدء مسار سياسي شامل، والرؤية المصرية الخاصة بملفات مكافحة الإرهاب خاصة الإرهاب الممول من دول وقوى تريد فرض هيمنتها على القرار العربي. ضمن هذه الجهود كافة جاء استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لوفد مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي، وتأتي هذه الزيارة في أعقاب تطورات مهمة شهدها الميدان المحلي على الأقل إيقاف القتال وتهيئة الظروف لإطلاق مفاوضات سياسية شاملة. ولقد اتفقنا خلال النقاشات كذلك على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل المشترك لحماية أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب والخليج العربي، وارتباط تلك المسألة الحيوية بالأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. كما تناولت مناقشتنا كذلك خطورة أزمة خزان صافر النفطي وما يحمله من تهديدات متعددة الأوجه وضرورة تضافر الجهود الدولية لحل تلك الأزمة في أسرع وقت ممكن. هذه الزيارة بحثت عدة ملفات مهمة خاصة الملف الداخلي في اليمن والأوضاع في المحافظات التي يشرف عليها مجلس القيادة وما تتطلبه هذه الإصلاحات من إسناد ودعم من الدول الشقيقة والتطلع إلى استفادة بلادنا من الخبرة المصرية في عملية إعادة الإعمار والبناء والتنمية. أمن البحر الأحمر كان أيضا من ضمن الملفات التي تم بحثها في ظل زيادة الأنشطة العدائية المدعومة من إيران، إضافة إلى ما يمكن أن يمثله انهيار الناقل صافر من كارثة بيئية ضخمة وبحث آليات تعزيز منظومة الأمن البحري في هذه المنطقة. فإن مصر تقف معنا أيضا في إطار التحالف الداعم للشرعية الدستورية بهدف استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب المدعوم من إيران، كما تحتضن مئات الآلاف من أبنائنا الذين تقطعت بهم سبل العيش في الداخل مع استماتة الجماعة الانقلابية بحملتها الوحشية في ملاحقة المعارضين لهجمتها المتخلفة التي يريد لنا العودة إلى عصور ما قبل الدولة الوطنية وما قبل التاريخ. التحديات التي تواجه مجلس القيادة كبيرة وأساسية، على رأسها تفعيل مؤسسات الدولة بشكل كامل بما في ذلك المؤسسات التشريعية والوزارات السيادية لدفع عجلة العمل الحكومي إلى الأمام
وتحسين الوضع الاقتصادي. وهذه التحديات رغم صعوبتها البالغة إلا أن أهمها يبقى تحدي الحفاظ على الهدنة الحالية التي رغم صمودها تعاني من خروقات متعددة من جانب الحوثيين بشكل يهدد استمرارها في المدى المنظور. أما لجوء هذا المجلس إلى الدول العربية الكبرى ليس فقط بمثابة اعتراف بدورهم الفاعل، بل يمكن أن يعد إيمانا قويا بقدرتهم على دعم فرص نجاح المجلس خلال المرحلة الدقيقة المقبلة. على هامش زيارة مجلس القيادة الرئاسي إلى مصر، دعا المجلس أثناء زيارته لمقر مجلس النواب المصري إلى مناصرة برلمانية عربية واسعة لمشروع استعادة الدولة. وأشاد الرئيس العليمي بالتجربة الديمقراطية المصرية الرائدة قائلا إن مشروع الإمامة الجديد بثوب ولاية الفقيه وشعار تصدير الثورة الخمينية أقرق البلاد بالحرب والدمار ويحاول إعادة اليمن إلى العهد البائد، وفوق ذلك الإمعان بتمزيق نسيجه الاجتماعي ومحاولة سلقه عن كيانه العربي وتحويله إلى قاعدة تهديد لأمن دول الجوار والملاحة العالمية، مؤكدا التزامه بالوقوف أمام المشروع الإيراني الفارسي التوسعي في المنطقة، محذرا البلدان العربية من ويلات هذا المشروع التخريبي. وفي السياق تحدث عضو مجلس القيادة الرئاسي ووزير الخارجية أحمد بن مبارك عن أهمية دور البرلمان المصري في مناصرة مشروع استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وأثاره الاهتمام العالمي إزاء القضايا الملحة في هذا الملف. وفي المقدمة الحصار المفروض على المناطق الحدودية والتداعيات المحتملة لانهيار خزان صافر النفطي. كما تحدث العديد من رؤساء اللجان البرلمانية المصرية الذين أكدوا على إبقاء الأزمة اليمنية في صدارة أعمال المجلس ومناصرتها في المحافل الإقليمية والدولية. وفي جلسة لمجلس جامعة الدول العربية دعا الرئيس العليمي إلى دور عربي فاعل من أجل مواجهة التحديات المحدقة بالأمة، وفي المقدمة أهمية نصرة الشعب اليمني وحقه باستعادة دولته وإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني. بعد أكثر من 7 سنوات على الحرب المستمرة التي شنتها الميليشيات الحوثية ولا زالت في أنحاء بلادنا وبوسائل متعددة، لكم أن تتخيلوا حجم الكلفة الهائلة التي تكبدها اليمن وجيرانه والمخاطر المحدقة بخطوط الملاحة الدولية في واحد من أهم الممرات التجارية في العالم. اليمن اليوم هي أكبر أزمة إنسانية من حيث عدد السكان المحتاجين للمساعدات، وهو أكبر تجمع للنزوح الداخلي في منطقة الشرق الأوسط. اليمن اليوم هو أكبر حق الغاز في العالم يا معالي الأمير العام. We'll be right back.
قالت مصادر مطلعة إن زيارة المجلس الرئاسي اليمني إلى جمهورية مصر العربية تأتي لبحث التنسيق الأمني والعسكري لمواجهة التحديات المشتركة والمخاطر التي تهدد أمن وسلامة الملاحة العالمية بين مضيق باب المندب وقناة السويس وتجربة مصر الرائدة في القضاء على مشروع الإخوان. للوقوف أمام تحديات الأمن الغذائي ترأس رئيس حكومة المناصفة الدكتور معين عبد الملك اجتماعا بقيادة وزارة الزراعة والري والثروة السمكية للاطلاع على ما تقوم به الوزارة من جهود لتنفيذ رؤية الحكومة في استنهاض القدرات والإمكانيات الذاتية لرفع مستوى الأمن الغذائي. ولفت رئيس الوزراء إلى التحديات الكبيرة التي تواجه القطاعين الزراعي والسمكي باعتبارهما من أكثر القطاعات التي تضررت جراء حرب ميليشيا الحوثي وكذا التغيير المناخي، مبينا أن مساهمة القطاعين في إنتاج القومي الإجمالي تأتي بعد النفطة الأولى في تشغيل الأيدي العاملة وفي رفض الاقتصاد بالعملة الصعبة بعد النفط وحوالات المغتربين. وتطرق رئيس الوزراء إلى الإمكانيات الواعدة للقطاع الزراعي والسمكي وضرورة إيلائهما العناية القصوى في هذه المرحلة، خاصة مع الأزمة العالمية في سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار، مشيرا إلى الشراكات القائمة مع المانحين لدعم هذين القطاعين كأحد مجالات الدعم الحيوية والمستدامة وآخرها الدعم المعلن من البنك الدولي بمبلغ 45 مليون دولار وكذا دعم البنك الإسلامي للتنمية لتعزيز البنى التحتية في 18 مركز إنزال سمكي، موجها بتفعيل دور صندوق تشييع الإنتاج الزراعي وأهمية استثمار موارده بكفاءة وفعالية. وشدد رئيس الوزراء على أهمية رفع مستوى الإنتاج السمكي ورفع نسبة التصدير ووضع آليات ورؤى في هذا الجانب لرفض الاقتصاد الوطني، مؤكدا أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية وتوسيعها واستصلاح الأراضي ووقف التعديلات، مشيرا إلى القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء للدعم الزراعي والسمكي. هذا وكان رئيس الوزراء قد قام بزيارة تفقدية لدوائر وقطاعات الوزارة واطلع على مستوى عملها والمهام التي تنفذها وخططها المستقبلية. للاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للقوات المسلحة تفقدت قيادة وزارة الدفاع سير العمل في دائرة الإمداد والتموين والقاعدة الإدارية العسكرية في العاصمة عدن، ودشنت قيادة وزارة الدفاع خلال الزيارة العمل في مشروع الخياطة الخاص بدائرة الإمداد والتموين، وقامت بزيارة لكتيبة النقل التابعة للقاعدة الإدارية مستمعة من مدير دائرة الإمداد والتموين ومدير القاعدة الإدارية إلى شرح حول الطاقة الإنتاجية للمركز الذي يستوعب كوادر شبابية ونسائية من أقارب الشهداء ويقدم خدماته لكل منتسبي القوات المسلحة والأمن، مثمنة مستوى التنظيم والتطوير في القاعدة الإدارية وما تم إنجازه على المستوى الفني والتنظيمي في سبيل خدمة منتسبي القوات المسلحة وتوفير احتياجاتهم المختلفة.
ضمن جولة ميدانية لتفقد سير الإدارات والأجهزة التربوية والتعليمية، تفقد وزير التربية والتعليم طارق العقبري بالعاصمة عدن مركز البحوث والتطوير التربوي ووحدة البرامج واللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة. واطلع الوزير العقبري خلال زيارته على تجهيزات المركز وما يمثله من ركيزة أساسية مهمة لتقديم الدراسات لآليات تطوير المناهج وتطوير العمل التربوي، مستمعا من رئيس المركز إلى الصعوبات والتحديات التي تواجه سير عمل المركز، موضحا أن المركز أنجز 4 بحوث تربوية جميعها في التعليم الأساسي. كما تفقد وزير التربية وحدة البرامج التابعة للوزارة، متعرفا من مدير إدارة وحدة البرامج إلى آليات تطوير الوحدة خلال الفترة المقبلة ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج التربوية والتعليمية مع الجهات المانحة. وفي سياق متصل، زار الوزير العقبري اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة واطلع على نشاط وخطط اللجنة خلال المرحلة القادمة، خاصة فيما يتعلق برفع أداء الكادر وبناء الهيكل الوظيفي والعمل على المشاريع التي كانت بها اللجنة الوطنية أو اقتراحاتها سابقاً. وشدد وزير التربية على بذل المزيد من الجهود والارتقاء بمستوى أداء كافة القطاعات والأجهزة التربوية والتعليمية بما يسهم في التغلب وتجاوز الصعوبات والتحديات التي تعترض سير عملها. نفى البنك المركزي في بيان صحفي له العمل على نقل البنك إلى صنعاء والمزاعم التي روجت لذلك في وسائل التواصل الاجتماعي. وقال البيان إن قيادة البنك تتعامل بحيادية ومهنية لخدمة جميع المواطنين في جميع المحافظات، وتطبق القانون وتلتزم بالسياسات العامة للدولة، وتعمل بشفافية وتحت المجهر، ليس لها حبايا ولا خفايا. وأهاب البنك المركزي في بيانه بتحري الدقة والمصداقية، وقال إنه كان بالإمكان التواصل مع قيادة البنك لمعرفة الحقيقة. نظير الجهود التي بذلها منذ صدور قرار وزير العدل بشأن توظيف أكثر من 150 موظفاً بمحكمة استئناف حضرموت، تسلم رئيس محكمة الاستئناف القاضي هاشم الجفري من الموظفين الجدد ذرع الشكر والعرفان نظير ذلك. ولفت القاضي الجفري خلال مراسم التكريم إلى أن هذه الخانات الوظيفية ستخفف عن السلطة المحلية أعباء تحملها لأجور التعاقدات، حثاً الموظفين على الالتزام بالانضباط الوظيفي وتنفيذ المهام كلاً حسب تخصصه، مشيراً إلى أن هذه الخانات الوظيفية ستحقق للمحكمة اكتفاءً ذاتياً لعدة سنوات، منوهاً بدور الشباب وطاقاتهم وإبداعاتهم، الأمر الذي يؤدي إلى رفع وتيرة العمل وسيحسن مستوى الأداء في كافة الجوانب. وجدد القاضي الجفري اهتمام رئاسة محكمة الاستئناف بكافة موظفيها ومتعاقديها، وإن المساعي ستتواصل في سبيل الحصول على خانات وظيفية لبقية المتعاقدين. وأعرب الموظفون عن شكرهم وامتنانهم، مؤكدين بأنهم لن يدخروا جهدا في سبيل رفع وتيرة العمل. في المكلا، افتتح وكيل الوزارة مدير تربية ساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون مشروع إعادة تأهيل مدرسة الفقيد شهاب للتعليم الأساسي مع المختبر العلمي لها. وخلال الافتتاح أكد الوكيل عبدون إلى أهمية المشروع وتحسين بيئة المدرسة والمخرجات فيها بهدف الرفع بمستوى الارتقاء بالعملية التربوية والتعليمية، مشيرا إلى أن المدرسة ستدخل الخدمة التشغيلية مع بداية العام الدراسي القادم بحلتها الجديدة للتشجيع على التنافس وتحقيق مراكز متقدمة في التحصيل العلمي. خلال اجتماعها الدوري بمنطقة الردود، قال رئيس لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام الشيخ حسن الجابري إن اللجنة تواصل جهودها ولقاءاتها مع الجهات الحكومية المدنية لانتزاع حقوق حضرموت وتمكين أبنائها من إدارة شؤون محافظتهم. وأقر الاجتماع متابعة الاتفاقيات التي تمت مع المجلس الرئاسي وبعض النواب ومحافظ المحافظة وإنشاء صندوق لتنفيذ
التنمية حضرموت لتحسين خدمات المحافظة، وكذا دعم ومساندة قيادة أمن وادي حضرموت في أي خطوات من شأنها أن تعزز الأمن، وتشكيل لجان تنفيذية بعد جولة اللجنة على مديريات المحافظة خاصة الصحراوية منها، بالإضافة إلى إلغاء مخصص الديزل المدعوم الخاص بمديري عموم المديريات وتحويله إلى الصندوق المقترح لتنمية المحافظة، ورفض أي توجيهات بتعيين مندوبين لأي جهات أخرى لمراقبة توزيع الديزل المدعوم بالمديريات، إلى جانب توقيف مخصص الديزل المدعوم الخاص لمواطني مديريات الساحل عن الكهرباء عند وصول المنحة السعودية للمحافظة، وتشكيل لجنة لمعاينة الأضرار الناجمة عن حريق سوق الحنظل بمديرية تريم. التقى نائب رئيس انتقال حضرموت لشؤون الجامعات الدكتور حسن العمودي التقى طلاب الهيئات التنفيذية لمنسقيات كليات القانون والأداب والهندسة بجامعة حضرموت، وناقش اللقاء تقييم دور الطلاب في الكليات والصعوبات والعوائق التي تقف أمام تنفيذهم للأنشطة والفعاليات وبحث السبل لتجاوزها في المرحلة القادمة. وأوضح العمودي أهمية إنشاء منسقية كليات الجامعة وفعالياتها في تحسين الأداء الجامعي والمساهمة في تطوير الكفاءة التعليمية ورفع مستوى أداء المؤسسة الجامعية، والرغبة في استعادة مكانة حضرموت التاريخية ومكانتها العلمية، مؤكدا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد والتعاون وتعزيز العلاقة بين الجميع، مشدداً على بذل المزيد من الجهود خلال الفترة القادمة. نظمت بمدينة المكلا ندوة حول الموروث الشعبي في مديرية أرياف المكلا وكيفية الحفاظ عليه وأهمية الشعر في مسيرة الثورة الجنوبية، وتناولت الندوة مظاهر التراث الشعبي في مناطق وقرى أرياف المكلا المتفرقة والتعريف بتاريخ حضارة أرياف المكلا وإبراز تراثها الشعبي، مستعرضة الدور الكبير الذي لعبه الشعراء الشعبيون في نجاح مشاعر الثورة. وبين مدير الإدارة الثقافية خلال الندوة رؤية القيادة المحلية للانتقال بالمديرية وأهدافها في تنظيم هذا النشاط الثقافي في ترسيخ دور الموروث الشعبي وأهمية المحافظة عليه، وإلقاء الضوء على الدور الحيوي الكبير الذي يؤديه الشعر الشعبي تجاه قضيته الجنوبية. ختام النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. الرئيس السيسي يؤكد استعداد مصر الكامل لتعزيز التأهيل والدعم المقدم لبلادنا. قيادة المجلس الرئاسي تدعو إلى دور عربي فاعل. رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لقيادة وزارة الزراعة والثروة السمكية للوقوف أمام تحديات الأمن الغذائي. وزير التربية والتعليم يشدد على بذل المزيد من الجهود والارتقاء بمستوى أداء كافة القطاعات والأجهزة التربوية والتعليمية. البنك المركزي ينفي في بيان صحفي له مزاعم نقل البنك إلى صنعاء. نشرتنا الأخبارية انتهت، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.